عادت نساء مع أطفالهن من مخيم الهول إلى بلدتهن بريف دير الزور بحثا عن الاستقرار وعيش حياة كريمة، وذلك وسط تردي الظروف الاقتصادية في المنطقة، حيث تعيش النساء والشيوخ كذلك في ريف دير الزور حياة صعبة في ظل شح الدعم الصحي. تفاصيل أكثر مشاهدينا في سياق هذا التقرير التالي. ثلاث سنين تقريبا من طلعت، وهذا حال بيتي لحد الآن، هذا حال بيتي، وما حدا جانا ولا حد ساعدنا، ولا جتنا منظمات ساعدتنا، ولا جتنا منظمات أي شيء انطتنا. وصار لي يعني كم سنة لو عندي إمكانية وأقدر شهر ساعتين أغلى شيء مسوي لي دار، والله ما أقدر أسوي لي أصغر دار، أنا اليوم ما أقدر عليها. من شغلة يوم الهجيج طلعنا ورحنا فتنا على مخيم الهول، رحنا طلعنا من بيوتنا خليناها عامرة ومكانها، وظلينا بالمخيم شي ثلاث سنين وطلعنا، جينا لقينا بيوتنا رماد وعايشين والله عيشة صعبة، كنا بالمخيم والله عايشين ومأمنين كل شي، مينا وأكلنا وغذائية، ويعني حتى يعني العلاج الهاي ما نشيل همه. طلعنا قلنا بلشي نلقى بيوتنا بلشي تعود الحياة من جديد، ما لقينا شي قدامنا. عند الجامعة من هو 10 شهور. طبعا هناك ما يقارب 200 عائلة من أهالي الباقوس تم خروجها من مخيم الهول أثر كفالات من وجهاء وشيوخ المنطقة، ولكن الذي حدث لهذه العوائل عندما خرجت من هذه المخيم أنها اصطدمت بالواقع المريض في هذه القرية، كون أن هذه البلدة مدمرة 80%، تم عودة الأهالي إليها ولكن على بيوت مدمرة، خدمات معدومة، حياة مرزية، لم يتم استهدافهم من أي منظمة. هسه على العيشه ما عاد نقدر عليها، العيشه صارت صعبه حيل. عاد ما تعرف تطبخ لها كنتين على بعض. وللتعليق على هذا الملف مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من أورفا عبر خدمة سكايب الصحفي في شبكة نهر ميديا عهد أصليبي. سيد عهد، بداية أهلا بك. إذن بداية حدثنا عن النساء والأطفال الذين تم إخراجهم من مخيم الهول إلى قراهم في دير الزور. مساء الخير لك يا أمين والأستاذ المشاهدين. نعم، هذا الحال ليس بالجديد، بدأت هذه المأساة منذ أيلول عام 2019 عندما بدأت قوات سر الديمقراطية وإدارة مخيم الهول بإخراج العائلات إلى منازلهم، أو بتوصيف أدق إخراجهم خارج مخيم الهول إلى المنطقة التي يرغبون بالتوجه إليها. عادة يتوجه أهالي المناطق إلى منازلهم وتحديدا في ريف دير الزور الشرقي. في عام 2020 سجلنا 11 شخصا قتل ما بين قتيل وجريح في منطقة الباغوز وحدها، عادوا إلى منازلهم التي كانت مدمرة والتي كانت تحتوي عدد كبير من الألغام التي لم تكون قد نظفتها أو يعني مسحتها إدارة الهندسة بقوات سوريا الديمقراطية، لكون منطقة الباغوز هي آخر بقعة جغرافية كان يسيطر عليها تنظيم داعش آخر في شباط 2018. هذه المنطقة أكثر المناطق التي تضررت من حرب داعش وقوات سوريا الديمقراطية التي كانت قد أخذت جميع من تبقى في منطقة الباغوز الذين حصروا في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة إلى مخيم الهول. بعد سنتين من يعني سيطرتها على كامل المنطقة في المنطقة الشرقية في سوريا، بدأت بإخراج بعض العائلات بوساطات عشائرية وأخرى ربما من بعض المنظمات المحلية التي كانت تطالب بإخراج أو إفراغ مخيم الهول من ساكنيه، خاصة الذين لم يتعلقوا بتنظيم داعش وليس لديهم أي أفراد على صلة بالتنظيم. أخرجت قوات سر الديمقراطية تقريبا 17 دفعة من المخيم إلى مناطق سورية شتى، أبرزها كانت دير الزور، الحسكة، والرقة، ومدينة منبج. هذه الدفعات التي خرجت لم تؤمن لها قوات سر الديمقراطية ولا حتى المنظمات المحلية أو الدولية أي نوع من المعيشة ربما حتى المتدنية، هي فقط أطلقت سراحهم. طيب سيد عهد، في ذات السياق
كما تابعنا بالتقرير الذي عرض وخصص وأنشئ لهذه الظروف وهذا الموضوع، النساء والأطفال منازلهم مهدمة ويعانون من ظروف معيشية صعبة جدا، لماذا لم يقدم لهم أي دعم حتى هذه اللحظة؟ يعني هذا السؤال أنا كنت قد سألته مرارا وتكرارا على بعض الموظفين في المنظمات المحلية من أبناء المنطقة أنفسهم، ومنهم لديهم أقارب متضررين بشكل مباشر من هذه الحالة. كان الجواب بشكل واضح بأنهم لا يريدون أن ينخرطوا في هذا العمل خوفا من إيقاف الدعم أو قطع الدعم عن تلك المنظمات، بحجة أنهم يمولون ذوي تنظيم داعش وعائلاتهم، علما أن قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي الذين كانوا قد أطلقوا هذه المعركة وسيطروا على المنطقة واحتجزوهم في مخيم الهود كانوا قد برؤوهم، ويعني بكفالات عشائرية وأخرى من بعض الوجهاء يعني في المناطق الشرقية، لكن المنظمات تخاف من قطع الدعم عنها. هنا التعويل الأكبر على المنظمات الدولية التي تعرف يعني القصة بسياقها الكامل، وهذا لا يؤثر على دعمها سواء إن استمر أو انقطع في مناطق شمال شرق سوريا. الأهالي بشكل كبير متضررين، كيف ينتقل أو يتدبر أمرهم هؤلاء من خارج مخيم الهود؟ وكنت قد تواصلت مع عدد كبير منهم، كانت الإجابات واضحة بأنهم بدأوا يقتاتون على بعض الأعمال الشاقة الفردية سواء في الزراعة. طيب سيد عهد، كما ذكرت بأن هذه كانت يعني إجابات المنظمات المحلية والدولية النشطة في حقوق الإنسان وتقديم المساعدات للأهالي والفئات المتضررة جدا، ما تحليلك لهذه الظروف؟ يعني كما ذكرت لك أن إجابة هؤلاء وأيضا استنكار الأهالي الذين غادروا المخيم، أنا من وجهة نظري هم فعلا يعني يخافون من قطع الدعم، وكانت بعض المنظمات المحلية التي أنشئت في المنطقة كانت قد يعني حقيقة قطع الدعم عنها بحجة هي تمويلها لبعض العائلات التي تحتضن أو تمول أو تساعد بعض العائلات التي كان لديها أفراد في تنظيم داعش ومنهم قد قتلوا وانتهت يعني مسيرتهم بشكل كامل، لكن ذويهم ليس لديهم أي يعني علاقة أو يعني ذنب في هذه الحاله التي يعني وصلت اليها العائله. لو ذكرت لك حادثه حصلت قبل 4 أيام بالضبط، تم اطلاق سراح على الاشخاص. طبعا هناك عمليات اخراج الاهالي من مخيم الهول بعضها تكون منظمه بشكل كبير كدفعات، وهي 17 دفعه اخرجت في سوريا و9 دفعات اخرجت الى العراق وتحديدا مخيم جدعة في منطقه الانبار، يعني في منطقه نينوى. وقبل 4 أيام اغتيل شخص كان قد تم اطلاق سراحه من المخيم قبل شهرين، كان قد تعرض للتهديد قبل يعني بعد ان نعم. سيد عهد، هل ما زلت معنا في الاستماع؟ لا. طيب يبدو أننا فقدنا التواصل مع سيد عهد صليبي الصحفي في شبكة نهر ميديا، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من أورفا. نعم مشاهدينا، نعود مجددا للسيد عهد. سيد عهد، يعني هل ترى بأن هذا التصرف هو إنساني أو لا إنساني من قبل هذه المنظمات المحلية؟ معاقبة الأهالي بسبب انتماء يعني أبنائهم أو أقاربهم لتنظيمات معينة، هل هو يعني إنساني؟ هل هو منطقي اليوم في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الكل بدون استثناء؟ بالتأكيد هو تصرف غير إنساني، سواء يعني جناه في يعني في حقوق الإنسان، هذا ليس مبرر لأي جهة أن تدعم طرف ويعني تعزل طرف آخر ويعني تأخذ ناس بأخطاء ناس آخرين. هذا إذا تحدثنا بالقوانين الإنسانية، إذا تحدثنا أيضا دينيا وشرعا، خاصة أن منطقتنا الشرقية هي معروفة منطقة بنسبة كبيرة من العرب السنة ومعتنقي يعني المذهب السني تحديدا، وأكثر موظفي المنظمات هم من أبناء المنطقة. هذا ليس مبرر بكل المقاييس بكل الأعراف. كما ذكرت لك وكان قد يعني انقطع الاتصال لثواني، اغتيل شخص قبل 4 أيام كان قد تعرض للتهديد من تنظيم داعش. هؤلاء أصبحوا الآن بين مطرقة قسد والمنظمات المحلية وبين استخدام تنظيم داعش الذي لم يوفر أحد منهم. هذا الشخص الذي اغتيل قبل 4 أيام كان قد طلب منه خلايا تنظيم داعش. طيب سيد عهد، لا يسكن في منطقة العزبة تحديدا. في ذات السياق، يعني ألا يجب أن يقدم للنساء أيضا دعم نفسي بعد قضائهم يعني سنوات في مخيم الهول، وكذلك الأطفال؟ لماذا هذا الإهمال بحقهم؟ ما الأسباب؟ نعم، نحن بدورنا كإعلام من أبناء المنطقة الشرقية
كنا قد عملنا على هذا الأمر يعني مرارا وتكرارا، بدأناه في أيلول 2019 عندما نشرنا تحقيق عن العائدين من مخيم الهول إلى المناطق الأخرى، طبعا كشبكة نهر ميديا أو شبكات أخرى من أبناء المنطقة. طالبنا فيه قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي الراعي لقوات سوريا الديمقراطية بأن ينظروا بحال هؤلاء الناس الذين ليس لهم أي ذنب في ما حصل. الآن ما زلنا نستمر يعني في نشر ومطالبة الجهات المعنية في تحسين الوضع، طيب. أو على الأقل سيد لا يتم إطلاق سراحهم من مخيم الهول. مع كل هذه التفاصيل في عجالة، يعني ما تتوقع مصير هؤلاء النساء وأطفالهن في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة؟ نعم، هما يعني فرض عليهم أن يعيشوا في مناطقهم التي يعني بدأوا حياتهم فيها عبر بعض المساعدات، سواء من الذين في الخارج أو من أقاربهم الذين ما زالوا في المنطقة. هم الآن بهذا الشكل يقتاتون على يعني مصدر رزقهم. أكثر العائلات التي تم إطلاق سراحها هي ربما يكون لديها بعض الأفراد الذين كانوا منتسبين لتنظيم داعش وكانوا قد توفوا، الآن لا يوجد معين لهؤلاء العائلات إلا بعض يعني المتبرعين من خارج سوريا، ممن في دول الخليج العربي أو الدول الأوروبية أو حتى تركيا. واضح، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب مباشرة من أورفا، الصحفي في شبكة نهر ميديا عهد السلمي. محكمة العدل الدولية مشاهدين حكمت بعدم السماح للمحاكم الأوروبية بفحص ما إذ كان طالب اللجوء معرضين لخطر إعادتهم إلى بلدهم الأصلي مثل سوريا وأفغانستان في ملفنا الأخير.